شبك مروة؟ شبك حبيبتي؟ شوفي والله ما بعرف يا باسمة، بس شكلي رح اخبص خبصة اكبر من خبصتك بكتير. ماهر؟ ايوة، اصبح اجا وقت الدفع. شو بده هاد؟ ليكي انا رأيي تتركي الشغل بالناقص منه. ما انا تاركي الشغل، تاركته من زمان، قلعوني له مدة، بس القصة اكبر من هيك بكتير. مو بس قصة ماهر وقصة الشغل، في شي تاني كمان. رجعنا للأسرة. لك مو خلصنا؟ لك هي طولي بالي، لسه ما خبصت مو هاي القصة، بس أنا عاملة علاقة مع واحد تاني. لحظة شوي، هلا أنا بعرف إنه في ماهر، مين التاني؟ وائل. ايه، وائل جوز ست سميرة جارتنا. الله لا يوفقك. ولك يا ريتو شي محرز. لك انا عم بقول لك القصة معقدة وفايتة ببعضها، وانت بتقولي لي محرز ومو محرز. ولك انا معقدة ولا هبلة؟ اتركي الاثنين خلصينا بقى. لك عم بقول لك القصة معقدة وفايتة ببعضها، يعني يا محلك مالتا قدام التركة. واحد اشترى لي بيت والتاني بحاكيني حكي مثل العسل، بحبه. رح اجن لك باسمة، والله العظيم رح اجن. اصبح ما ضل قدامنا حل غير انه تتركي الاثنين وفخار يكسر بعضه. والبيت؟ البيت بنص الشام. اصبح احطي له روائل. وائل بحبه. بعدين انا شو بيضمن لي انه ماهر ما يروح يحكي كل شيء، وانا ما معي اي اثبات انه البيت باسمي. طيب خلص خلص روقي، لما نلاقي حال روقي.